لن تصدق من هو زوج الفنانة سميرة سعيد، الفنان المصري المشهور الذي أخفته عن الجميع. شاهد الوسط الفني على مدى عدة سنوات عددا كبيرا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها معلن وبعضها يحرص طرفيها على إبقائها سرا، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية. ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات إنها غالبا ما تنتهي بالفشل قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم البعض، سواء بخطبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها في معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفني وغيرها الكثير من الأسباب. واستكمل كل منهما حياته مع شخص آخر، ومن بين هؤلاء الفنانة المغربية الأولى عربيا سميرة سعيد التي كانت متزوجة من الفنان والملحن المصري هانم هنا، وبالتحديد تمت الزيجة عام 1988 وظلت مستمرة إلى عام 1994. ورغم قصر فترة الزواج التي لم تشهد إنجاب أطفال، إلا إنها كانت دوما حديث وسائل الإعلام، ولكنه تزوج بعدها وإلى الآن من سيدة فرنسية وأنجب ابنته الممثلة الشابة هنادم هنا. وتزوجت الفنانة سميرة سعيد هي الأخرى وأنجبت ابنها الوحيد شادي. وكشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد للمرة الأولى عن أسباب طلاقها من زوجها الأول الفنان والموسيقار المصري هانم هنا، ولكنها في نفس الوقت تحفظت أمام الحديث عن تجربة زواجها الثانية ورفضت الكلام عن أسباب الطلاق، مؤكدة أن علاقة جيدة تجمعها بأزواجها السابقين وزوجاتهم. وقالت الفنانة سميرة سعيد في تصريحات مع الإعلامي نيشان أن سبب طلاقهما هو أن كليهما يعملان في نفس المجال، مشيرة إلى أن موضوع زواج الفنان من داخل الوسط الفني بالنسبة لها لم يكن ناجحا، لأن الخلافات الفنية في العمل بينهما كانت تنتقل إلى المنزل. رفضت الفنانة سميرة سعيد التلميح بوجود أسباب أخرى للطلاق، منها الخيانة أو الملل أو تراجع الحالة المادية للزوجة، وأقرت أن هذه الأسباب كلها قد تؤدي إلى الطلاق، ولكن في حالتها هي كانت الخلافات الفنية السبب، كما روت عدة أمثلة منها أن فرقتها الموسيقية التي كان يقودها طليقها كانت تتسبب في أخطاء فنية خلال حفلاتها، وكان هانم هنا يعزف على آلة أورج صوتها عالي جدا ويضغي أحيانا على صوتها، مما كان يتسبب في إثارة غضبها. وأشارت سميرة سعيد إلى موقف آخر حدث بينهما قائلة في إحدى الحفلات: قال لي وانت تغنين كان تركيزك مع أحد الأشخاص من الجمهور ينظر لك بإعجاب، بينما أنا كنت مركزة مع نفسي. وعن زوجها الثاني رجل الأعمال مصطفى النابلسي ووالد ابنها الوحيد شادي، شددت الفنانة سميرة سعيد على أن علاقتها به طيبة وتعرف زوجته جيدا وبينهما حوار متواصل معهم، وعندما تسافر إلى أمريكا تلتقي بهما. كما أن الموسيقار هانم هنا أدلى بتصريحات شديدة الغرابة رفضها عدد كبير من محب الفنانة المغربية سميرة سعيد حول علاقتهما بعد الطلاق، حيث أشار إلى أنه أقام معها في إحدى المرات بغرفة واحدة بسبب عدم إعلان الطلاق في وقتها، وكشف على أنهم كانوا قد اتفقوا على عدم الإنجاب منذ اليوم الأول من الزواج، نظرا لأنه لديه أولاد.
من زوجته الأولى، كما إنه أعلن إنه طلقها بسبب رفضه فكرة أن تطلب هي الطلاق. وقال هاني مهنا في لقاء تلفزيوني آخر: سميرة سعيد كانت صديقتي قبل ما نتجوز، كنت بحكي لها كل مشاكلي، فكانت بالنسبة لي حصالة وبتحافظ على السر بشكل غير طبيعي. وفي الأخير عزيز المشاهد، هل كنت تعلم من قبل أن الفنان والموسيقار المصري هاني مهنا كان زوج الفنانة المغربية سميرة سعيد أم لا؟